أكد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة لقناة الجزائر الدولية أن ملف التظلم الذي تقدمت به الفاف للاتحاد الدولي بخصوص لقاء الجزائر الكاميرون لا يزال قيد الدراسة لدى لجان هيئة الفيفا التي لم ترد لحد الساعة. عمارة فضل عدم الغوص كثيرا في تفاصيل الملف، موضحا أنه مبني أساسا على أمور فنية بحتة تتعلق بأخلاقية اللعبة. الملف ما زال بين ايدي لجان الفيفا، وما كانش حتى خبر جديد يعني في الحقيقه. هذا اللي نقدر نقول لك في الموضوع. عندنا توقعاتنا، لكن ما نفضل انه لا نتكلموش عليها في الوقت الحالي. لا، نحن هذا ملف يعني تفهم جدا، الجميع يفهم انه مش راح نتكلم على تفاصيل الملف في الصحافه وفي الاعلام، وبالتالي فاكيد بعدين راح تخرج المعلومات. لكن ما يخص الملف هو امور فنيه بحته، امور ممكن تتعلق يعني ولو انها ما تخصناش احنا مباشره، ممكن كانت تتعلق، وهذا خلينا لجان الفيفا تنظر فيها، تتعلق بالاخلاقيات وتتعلق حتى بامور تقنيه. لذلك احنا فضلنا انه الملف تدرسه كذلك لجنه التحكيم في الفيفا.